هذا اللي صار امبارح الرقص والمجون في جامعة الخليل هذا مش من قيمنا ولا من عاداتنا ولا من تقاليدنا. اليوم احنا جايين نوصل رسالة لشركة جوال بعناصرها ورئاستها ومدرائها. العمل اللي عملتوه في مدينة الخليل مرفوض قلبا وقالبا. الخليل الخليل اعلى واسمى، هذه مدينة دينية بحتة، هذه يرقد فيها ابراهيم عليه السلام والانبياء. الان احنا كاولاد هذه البلد مطلوب علينا ان نحافظ عليها ان كان دينيا او خلقيا، واحنا رجال العشائر اليوم من اهل البلد اجتمعنا هون حتى نوصل رساله لشركة جوال. وكل واحد بتسول له نفسه انه بده يحذو حذو جوال بنقول لهم لا، الرقم صعب وهذا الرقم انتم نقيتوا الموضوع في المكان الغلط. خليل الرحمن مش للرقص والمجون، خليل الرحمن لتخريج افواج قراء القران، فيها المناضلين، فيها الشهداء، فيها الناس المحترمين. احنا ان شاء الله بعد ما نخلص هذه الوقفه الان اللي احنا بنقول عنها وقفه تحذيريه لجوال وكل اللي بفكر فكرهم، سننتقل الى جامعه الخليل حتى نتكلم بما يملي علينا ديننا وضميرنا، واحنا مستعدين نحمي هذه الديار والبلاد زي ما سلمناها من ابائنا واجدادنا، ان شاء الله سنسلمها لابنائنا بامر الله، والله يبارك فيك.